بداية 2011، وكانت أول عملية قطرية مباشرة هي اغتيال السيد عبد الفتاح يونس. عمليات توالت حتى وصلوا لمحاولة اغتيال السيد المشير في منطقة الرجم في منطقة الأبيار، ولكن فشلوا في ذلك بحمد الله سبحانه وتعالى. في هذه الورقة التي الآن على الشاشة هي موجهة من سفير قطر في ليبيا محمد حمد الفهيد الهاجري، القائم بالأعمال كان بالإنابة في تلك الفترة في السفارة القطرية، يقول كلام كثير لا داعي لذكره، أن تم واحد مشايخ قطر تم القبض عليه في غريان، وأكيد أهالي غريان يعرفوا هذه القضية في 2012، ومعه اثنين مرافقين، وتدخلت قوة من اللجنة الأمنية غريان وقامت باحتجازه. ويقول كذلك أن تم بعد التواصل مع بعض الجهات في طرابلس بنقل المعتقلين إلى اللجنة الأمنية في طرابلس. هنا فيه نقطة هامة جدا، يقول في الصفحة الثانية، هنا يقول في الصفحة الثانية شفتوا أنا بالتوجه الفوري إلى اللجنة الأمنية بالقوة الأمنية القطرية. إذن أن هناك كان في تواجد قطري مسلح على الأراضي الليبية وخاصة في طرابلس. طرابلس بعد 2011 حاولت التمركز في طرابلس خاصة في معتيقة، في الفنادق في منطقة الظاهرة، في كورنتيا، في كذا، حاولت السيطرة في التمركز في مصراتة، وحاولت التمركز في بنغازي، في تبستي، في بعض المناطق، والدخول إلى بعض المناطق. حاولوا شراء ذمم المشايخ الفاسدين اللي مشوا القطر وخذوا 30,000 دولار في 2011 و2012، واللي خذوا الهدايا من قطر وهم محصورين كلهم موجودين. قطر من البداية حاولت تلعب بالنسيج الاجتماعي، لأن قطر تعرف أن في ليبيا أي عمل لا يرتكز على القبيلة فهو عمل فاشل. أكبر الضباط مثلا أعطيكم مثال، كتائب الأمنية في المنطقة الشرقية، كتائب الأمنية في عهد القذافي كانت تبلغ حوالي واحد إذا كان أربع كتائب، خمس كتائب، ما بين كتائب أمنية وكتائب حرس. في ساعة واحدة سقطت هذه الكتائب، لأن لكل من في هذه الكتائب منهم من قبائل هذه المنطقة، فهم انضموا بشكل مباشر إلى قبائلهم ونجحوا في ذلك. وبالتالي قطر تعلم الدور القبلي والقيادة في القبائل، وقامت بشراء ذمم حتى شيوخ القبائل. هذه الورقة سنقدمها، وهذه الورقة الأصلية اللي موجودة على الشاشة على فكرة، هذه الأصلية. وسيخرج الآن كثير من الليبيين، الآن حيخرجوا وطنيين اللي كانوا يخدموا مع قطر، واللي مشوا لقطر، واللي كانوا مع السفارة، واللي كانوا يهربوا في القطريين. قطر بهذه الجريمة قامت بإدخال مليارات الدولارات إلى ليبيا لإفساد المجتمع الليبي، لاستغلال الظروف الاقتصادية لبعض الليبيين، لدعم السجناء اللي كانوا في السجون في جرائم سرقة وقتل من أجل السرقة ومحتاجين للمال، ادعموهم ودولهم قيادات. مثلا في عميد في الجيش القطري قد يكون في الاستخبارات المخابرات القطرية اسمه سالم علي جربوعي. هذا الاسم يعمل كثيرا في تونس، وعلى فكرة هو الملحق العسكري لقطر في دول شمال أفريقيا، في تونس، في ليبيا، في الجزائر، موريتانيا، المغرب، وهو المسؤول عن الخراب المالي والخراب الأخلاقي في تلك في هذه المنطقة بالكامل. هو الذي يمد في الدواعش والقاعدة والأخوان في هذه المناطق. هذا عنده حسابات في مصارف عديدة في منطقة في تونس، هذه الحسابات يصرف منها كما يشاء، أفسد ذمم بعض الضباط في تونس وبعض الليبيين، وأصلا فيه ذمم فاسدة أصلا بسرعة ما التحقت به، وهو مسؤول عن تحويل الأموال حوالي 8 مليار دولار يحول فيها إلى البنك الإسكان في تطاوين، يحول فيها من بنك كيو أن بي وهو البنك القطري التونسي، يحول فيها إلى بنك إسكان في تطاوين، وبعد ذلك تنتشر هذه الأموال تصل إلى ليبيا وتصل إلى جميع الدول. إذن هذا الاختراق القطري والذي أشارت إليه عدة جرائد وعدة تقارير هو يأتي في إطار الفساد الذي كنا في السابق نتحدث عليه. يا ناس راهو قطر الدير، يا ناس راهو قطر كذا، ناس راهو قطر مكنت فاسدين من الوصول إلى مناصب قيادية في ليبيا، مكنت إرهابيين من الوصول إلى أماكن في ليبيا. أعطينا الكراتي الحراتي ولا اسمه،
مكنتهم من الوصول الى فيليب. اشوف هذا الحراتي، هذا عميد بلديه طرابلس تو، ما حد يحكي معه ومحكوم وهو عليه الحصانه القطريه. شوفوا وين في سوريا. في سوريا قايم بعملية انتحارية في سوريا. شوف هذا الآن عميد بلدية طرابلس وهو ليبي، جنسيته إيرلندية وزوجته إيرلندية، وقاعد في طرابلس ما قدرش حد يحكي معاه. أمواله وفلوسه وكل شيء جانا من قطر. ثمانمائة مقاتل انقلتهم قطر من ليبيا لتونس، وعدت بهم من ليبيا لسوريا، وعدت بهم من سوريا الى ليبيا عن طريق الحراتي وعن طريق قطر، تمويل قطري، طائرات قطريه. شوف هو الارهابي، هو قائد العمليه. اسمعوا شو نحكي بس. لانه فعلا نجاح العمليه. ضربه واحده وسته مخازن. واحد منهم عاش مجروح. قاعد يتكلم في اللاسلكي، ضربونا بعدين صلاب والوليد. جريح صفوه. وهذه جريمه ضد الحرب. مجرم حرب يحكم طرابلس اكبر مدينه ليبيه. طلع المقطع طويل. كذلك قامت قطر في 2011 باعاده مجرمين ليبيين وارهابيين من الخارج، نقلتهم الى ليبيا. انقلت في 2011 دعوة نصرة الثوار او 17 فبراير، قامت بالعوده باعاده كثير من الارهابيين. من هؤلاء الارهابيين ارهابي اسمه انيس الحوتي. انيس الحوتي من بنغازي، كان يقاتل مع مختار بن مختار في الجزائر، وهو قاتل في الجزائر في جبال الجزائر، قاتل ضد الحكومه الجزائريه. في 2014 في 2011 عادوا به الى ليبيا. شوفوا هذه معركه الصاعقه في بنغازي. هذا انيس الحوتي، هذا انيس الحوتي. هذا عادوا به من الجزائر في 2011 معه مئات المقاتلين. على فكره هو تم قتله. الان شوفوا الجزائر دائما تقول حل سياسي حتى يستوعب هؤلاء، حتى لا يعودوا الى جبال الجزائر. ولكن الحل العسكري اللي احنا قمنا به هي يطوى الشقيقه الجزائر، انهينا هؤلاء. هؤلاء عدد فيهم قطر، شوفوا هنا الصورة. هؤلاء تنظيم القاعدة. في تلك الفترة في 2011 في المنطقة لا يوجد عندنا دواعش، هذوم شفتوا هذوم تنظيم القاعدة. هذوم كلهم عدد فيهم قطر ومصاريف قطرية عن طريق المخابرات القطرية. قطر لا تساوي، الجيش القطري لا يساوي سرية في صاعقة بنغازي. ولكن بالفلوس والنفوس الفاسدة واللي معانا والقبائل وظنانا واللي احسبوهم لنا وقدمونا نحن باعونا لهؤلاء، اصبحت قطر تساوي. قطر لا تساوي شيء، ولكن باموالها الفاسده وبالنفوس المريضه اللي عندنا وصلت انها تقتل رئيس الاركان عبد الفتاح يونس في تلك الفتره، حاولت قتل السيد المشير في 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 الابيار، قتلت مئات الضباط وضباط الصف والجنود ورجال الشرطه والداخليه في بنغازي، كل الاغتيالات في بنغازي خلف قطر. كنا نقول في هذا الكلام من البدايه، ولكن لا احد يستجيب. كأننا نحن في قطعه نقع في مكان بروحنا، في كوكب بروحنا. ولكن الحمد لله انتقل اليهم مرض قطر، والان بدوا في قطر. قطر الان ليس امامها حسب تقديري الا ثلاث خيارات، وكل خيار وراء حسابات. قطر عليها انا ان تتملص من علاقتها مع ايران ومع الإرهاب ومع الأخوان المسلمين، وتعود إلى حضن الوطن وحضن العروبة وحضن الإسلام وحضن القضايا العربية العالقة الآن، وتعود إلى مجلس دول الخليج. وهذا صعب جدا، سيضع تميم في صراع ضد والده وضد وزير الخارجية السابق وضد كذا،
الخيار الثاني أن يخرج من العرب ويذهب إلى إيران، ولكن هنا سيخسر أمريكا لأن قاعدة الأمريكية في قطر مديرة ضد إيران. الشيء الآخر والصعب جدا أن تميم يخرج من الحسابات ويسلم أمور قطر لأهل قطر الأصليين ويخرج بالهزيمة. هذه هي توقعاتي لقطر، وهذه الخيارات الوحيدة التي أمام أمير قطر الآن. لدينا الكثير، هذه شوفوا هذه وجدناها نحن عند الدواعش في بنغازي. شوف هندسة التقنية للمتفجرات، وحدة الهندسة القسامية، هذه كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس. كل عملية التفخيخ، كل الدروس، محاضرات، هذه ضمن في بداية محاضرة، طلع بداية المحاضرة، هذه محاضرة كاملة، محاضرة كلها جاية من القسام، يديرها واحد فلسطيني. الفلسطينيين هم وراء كل التفخيخ، وراءهم وراء كل، شوف زيد ارقى حماس، هذه حركة حماس. شنو الدين هذه في قنفودة في القوار الشوي؟ منهج كامل للحرب الخبيثة، حرب المفخخات والتفجير. لدينا مقطع فيديو آخر، شوف الشعار، أو شعارهم عز الدين القسام. هذا كله بإدارة قطرية، هذا كله بإدارة قطرية. لواء خان يونس، لواء خان يونس ايش يدير في مسيب تل أبيب ومسيب وقاعد في الصابري وفي القوارشة وفي طرابلس وفي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف هذه دروس فلسطينية. ومنذ ذلك الحين أخذ في التطور والتحسن إلى أن أصبح رشاش الأغراض العامة، ويعتبر هذا الرشاش المتوسط من الأسلحة الحديثة والمتطورة. هذه كلها وجدناها في الأجهزة الخاصة بهم في بنغازي، أنا وجدناها رف. ومعهم الليبيين يكبروا، وعرف في مقاطع أخرى فين معهم الليبيين يكبروا لهم على قتل الليبي. ليبي يكبر على قتل الليبي اللي هو المسلم على المسلم، حرام دمه وماله. بنغازي كانت مسرح لجريمة قطرية كبيرة جدا. بنغازي كانت مسرح فعلي وحقيقي لجريمة قطرية. كانت الطائرات القطرية في 2011-2012 تحبط في مطار بنينة باسم بشحنات السلاح باسم مجلس الثورة، مجلس ثوار بنغازي أو ائتلاف ثوار بنغازي. كانت تسلم الأسلحة الحديثة المتطورة إلى بوكتف والصلابي، ذكروا هذه الأسماء في عرب ناس الآن. بنغازي كان فيها إرهاب، في عرب الآن بدأت تتوق في روسها أياما، والروس غاليات وخروا. لكن اليوم في عرب أياما والراجل كان يركب عمرات يلبس في الخمار نسيوها، لكن فعل الجيش، فعل الشعب، فعل الإرادة، بفعل الوطنية اليوم أحرار في بنغازي. يجب أن لا ننسى هذه المشاهد. نحن لم نأتي من بالصدفة، بل أتينا من ميدان القتال. أي تلاعب سواء سياسي سواء من أي نوع بالقيادة العامة بالقوات المسلحة العربية الليبية معناها خيانة لدم الشهداء الذين سقطوا بفعل قطر وفعل الإرهابيين. لا يمكن دولة زي ليبيا قارة تحركها دولة زي اليد قطر. الجيش لا يساوي سرية من سرية الصعقة زي ما قلت. إذا كان لديكم أي سؤال تفضلوا. مساء الخير سيادة العقيد، وليد جمعة راديو طبرق. أولا سؤالي حول الموضوع المواضيع الميدانية، وهناك سؤال سياسي عسكري لكم سيادة العقيد. أولا نتحدث عن يعني منذ فترة يعني وجيزة، أنا أتيت من مدينة طبرق وتحدثنا دائما على جماعات موجودة جنب مدينة طبرق ليتم التعامل معها بشكل أمني أو لربما عسكري، وهي تقوم بالخطف وطلب الفدية عن المختطفين
والجميع يعلم ذلك في مدينة طبرق، ما هي الإجراءات التي اتخذت حيال تلك الجماعات؟ ثانيا سيادة العقيد، رأينا في غضون ساعتان أو ثلاث ساعات 6 دول تعلن وقف العلاقات مع قطر. السلطة السياسية والعسكرية في ليبيا منذ بدء الحرب على الإرهاب منذ 3 سنوات وتجد الدلائل السياسية والمادية حول تدخلات قطر، لماذا في هذا الوقت ليبيا تعلن إيقاف التعامل مع دولة قطر؟ شكرا. أولا بالنسبة للخطف والعمليات الإرهابية، على فكرة احنا لدينا تحدي كبير جدا في الجانب الأمني. هناك بعض الأسر وبعض العائلات وبعض المناطق تأوي في مجرمين باسم العائلة وباسم القبيلة، وهي تأوي في مجرم خطير جدا. هذا المجرم هو اللي يقوم بخطف قريبة، ما فيش حد انخطف ولا تزوب ماليا إلا عن طريق أحد أقاربه، حتى ابنك المنحرف في هذه الجماعات قام بتسهيل عملية الخطف. وبالتالي دائما أكرر أن الخط الأول للأمن هو المواطن، الخط الأول للأمن هو وعي المواطن بأهمية الأمن. أنت يا أخي المواطن في من ضمن منظومة وطنية مستهدفة بالإرهاب والخوف والذعر، وعليه أنت يجب عليك أن تكون جزء من المعركة، وذلك حتى بالإبلاغ بالتبليغ ومتابعة المشبوهين في المنطقة. نحن في القوات المسلحة لدينا بواباتنا ولدينا عيوننا ولدينا كل نعمل بأقصى ما يمكن لدينا، ولكن لازال هناك نقص أو ثغرة إذا كان المواطن ما تعاملش معنا. مش معقولة جارك يجيب واحد يفطر في رمضان مدام ذكر الطبرق وهو داعشي ما تطلقش عليه، ما نتحمل المسؤولية كان نقطفوك ولا بلغوه ولا جات فدية، الفدية تدفعها القبيلة بالكامل. وبالتالي وعي المواطن مهم في هذا الجانب. نحن من البداية كان في المنطقة الشرقية تقريبا من 2012 نتعامل مع قطر. جاءت الكرامة، نحن كل مظاهراتنا في بنغازي في المنطقة الشرقية في المرج في القبة في الطبرق في البيضة، كنت تذكروا في سلوك، كنت تذكروا في 2012-2013 كلها لا لقطر، كلها ضد قطر. حتى أن في انتخابات البرلمان نتذكر المواطنين يسألوا هل هذا أخواني هل هذا قطري. قطر ساقطة بالنسبة لنا من البداية، يعني اللي تقريبا ما صدر على البرلمان هو شيء سياسي، إجراء سياسي ولا يعد تعد كونه مجاملة للمواقف الأخرى، لكن فعليا وعمليا الشعب الليبي مقاطع لقطر. طرابلس تتعامل مع قطر. تابعنا مشاهدينا هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري، كان معنا من طرابلس مباشرة.